معنا عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري. مرحبا بك معنا إبراهيم. ما هي آخر التطورات بالنسبة لعملية إجلاء المدنيين والمصابين من حلب؟ هناك تضارب في الأنباء حتى اللحظة حول توقف هذه العملية أو استمرارها مع وجود أنباء تتحدث عن انتهاكات عسكرية من قبل الميليشيات المساندة للأسد واستهدافها لبعض المدنيين الذين خرجوا من مدينة حلب. ماذا لديك من تطورات؟ تفضل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نعم، العملية حتى هذه اللحظة معلقة ما بين الجيش الحر وما بين أيضا الوفد المفاوض وحتى قوات النظام وروسيا وجميع الأطراف المشاركة بعملية التهجير القسري من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وذلك جراء الانتهاكات التي قامت بها كل من الميليشيا حزب الله وقوات الأسد بعد اعتقال الدفعة الثامنة التي حاولت الخروج من الأحياء الشرقية باتجاه المناطق المحررة باتجاه منطقة الأتارب تحديدا. قامت هذه الميليشيا في بداية الأمر باعتقال 800 بشكل كامل، ثم قامت بإنزال الرجال من الحافلات وطبعا طلبت منهم نزع الملابس، ثم قامت بإزلالهم وقتلت 14 من المدنيين إضافة إلى امرأة كانت حامل، ثم سلبتهم الممتلكات وقامت بعد هذا العدد ساعات. موثوق وصحيح إبراهيم؟ نعم. 14 قتيل 15 مع الامرأة. نعم، وإضافة إلى امرأة حامل تم قتلها أيضا أمام القافلة. ثم قامت هذه الميليشيا بعد 3 ساعات بفك أسر المعتقلين وإرسالهم إلى المناطق الشرقية بالأحياء المحاصرة، إضافة إلى وجود 7 مصابين كانوا قد أصيبوا جراء عملية إطلاق النار من قبل ميليشيا حزب الله في منطقة الراموسة على الباصات. طبعا كانت الصليب الأحمر والمرافق. إذن أفهم من كلامك إبراهيم يعني عملية الإجلاء توقفت؟ نعم، حتى هذه اللحظة متوقفة. هناك مفاوضات من قبل ميليشيا حزب الله والإيرانيين من جهة وأحرار الشام من جهة أخرى من أجل إخراج المقاتلين مقاتلي ميليشيا حزب الله من كفرية والفوعة مقابل استمرارية طبعا إخراج المدنيين من الأحياء الشرقية، ولكن هذا البند هو خارج الاتفاق الروسي التركي مع المعارضة المسلحة في الأحياء الشرقية. لهذا السبب لم يوافق طبعا المسيطرين على الأحياء الشرقية من الجيش الحر بعملية السماح بخروج طبعا كفرية والفوعة. عناوة عن ذلك، المدنيين في ريف إدلب أو في شمال سوريا يرفضون خروج أولئك المقاتلين من ميليشيا حزب الله، وذلك لأنهم أساسا غير مبرمين للاتفاقية التي حدثت في أنقرة منذ 3 أيام حول إخراج المدنيين من الأحياء الشرقية طبعا، وإضافة إلى إخراج المقاتلين حتى تنتهي معاناة المدنيين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. ولكن إذا المفاوضات جارية إبراهيم والعملية الإجلاء معلقة. نعم تماما، ولكن أريد أن أقولها في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها خرق من قبل ميليشيا حزب الله وقوات الأسد. هناك خرق كان في اليوم الأول في الساعات الأولى من عملية الإجلاء، حيث قامت هذه الميليشيا باستهداف إحدى السيارات التي تقول المدنيين، أدى إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين. بشهادة من نحن نتابع لحظة بلحظة ما يحصل إنسانيا وميدانيا في حلب. أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل الجيش الحر في الشمال السوري، متحدثا إلينا مباشرة عبر سكايب من هناك.